محمد لا لا شوط شوط نفسك لانه في بكره رجال اي مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان اعلنت انطلاقه الشوط الاول الرئيسي للثنايا الابكار وشوط الثالث والعشرون في المجموع شوط يحمل تحدي ويحمل اثاره بهذا الانطلاق الجميل وانطلاق مميز بهذا الاداء الجميل والتحدي ممتاز مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان اشواط الثنايا نعم لتجهيز الموسم القادم المقدمه والصداره بدر وناصر بن راشد الجبر النعيم مع بدر وهنالك كان الاسماء وصلت ما شاء الله وتبارك الرحمن وصلت الشاهينيه وحمد بن راشد القريسي مع الشاهينيه اداء جميل وشعار ممتاز وثالث الاسماء وصل هنا الشعار متميز مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء وصل الشعار ليكون حاضرا ومتابعا باداء جميل وتحدي ممتاز وهنالك مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان المقدمة ولكن تسللت هنالك المتسللين في هذا التحدي الكبير والتحدي ممتاز في هذا الصباح الجميل مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان المقدمة والصدارة هنالك ما شاء الله الشاهينية وحمد بن راشد القريسي حمد بن راشد القريسي من يقدم الشاهينية بأداء جميل وتحدي ممتاز وهذا الأداء الجميل أداء متميز في هذا الانطلاق الجميل وهنالك مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان المقدمة والصدارة ما زالت هنالك الشاهينية وهنالك شعار القريسي المتميز الشاهينية حمد بن راشد القريسي وهنالك بدرة أيضا تقدم أداء جميل وناصر بن راشد الجبر النعيمي ما شاء الله وثالث الأسماء هنالك نتأخر قليلا لنرى ثالث المراكز هناك مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان أيضا مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان هنالك أيضا الأرقام التي دائما تحمل لنا المنافسة القوية والأداء الجميل والمتحدي هنالك ما شاء الله وتبارك الرحمن المقدمة ما زالت الشاهينية وحمد بن راشد القريسي هي في المقدمة هي في الصدارة التي افتتح الكيلومتر الأخير الشاهينية وحمد بن راشد القريسي هنالك بدرة تحاول بأداء جميل وتحدي ممتاز بدرة وناصر بن راشد الجبر النعيمي من يقدم أداء جميل وتحدي ممتاز بهذا الأداء الكبير ولكن ما شاء الله تبارك الرحمن أداء جميل وانطلاقة جميلة وتحدي المقدمة وصدارة الشاهينية حمد بن راشد القريسي ما شاء الله وتبارك الرحمن يا القريسي ولكن بدر 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 وناصر بن راشد هنالك أيضا من يقدم بدر النعيم تسلل بأداء جميل وانطلاقة سليمة دائما وأبدا راعي بدر هنالك ناصر بن راشد الجبر النعيمي ما شاء الله النعيمي غادر بالشوط الاول الثنايا غادر النعيمي مع بدره 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 اداء جميل ممتاز يا النعيمي ناصر بن راشد الجبر النعيمي مع بدره وتحديات بدره سلوم من هذا الموقع من هنا والعصا ما شاء الله وتبارك الرحمن شكل جميل واداء ممتاز وتجهيز الموسم الغادم ما شاء الله يا بن جبر ركز ركز في هذا الاداء الجميل وتحدي ممتاز ما شاء الله وتبارك الرحمن والعصا في البطاط ما شاء الله ناصر بن راشد الجبر النعيمي سلام سلام يا النعيمي سلام سلام لعشاق ومتابعي شعار بن جبر النعيمي سلام بدره والعصا في البطاط ما شاء الله تبارك الرحمن نتمنى لك التوفيق والموسم الغادم ثاني
الأسماء، ووصلت الشاهينية حمد بن راشد القريسي، وثالث الأسماء وصلت الشاهينية وعلي بن مثرع العتيبي. ما شاء الله، توقيت الزمني ساعة وصول هنالك بدر الخط النهائي، قطعت مسافة 3 كيلومترات 4 دقائق 47 41 جزء، والعصا في البطانية مالك بدر سلوم. سلام يا حمد يا ناصر بن راشد الجبر النعيمي، تهانينا والناموس.